يلا حيهم، هلا وسهلا. أسفرت وانورت. ها تبون نتعشى الحين ولا نتفكه أول؟ خلنا جالسين شوي. طيب على طار الفواكه، تدرون الفاكهة اللي نعرفها واللي موجودة عندنا جزء صغير من الأنواع الموجودة حول العالم؟ لا والله. إيه، أنا في سفراتي للمناطق الاستوائية شفت أشكال والوان، ولما قريت عن فوائدها ياهي فوائد كبيرة. خلوني أعطيكم كم مثال. أولهم فاكهة الليتشي، فاكهة مليانة فوائد صحية، منها الوقاية من السرطان وانخفاض ضغط الدم. لا، وتساعد بعد ينزل وزنك. ينزل الوزن؟ حلوة ذي. وفاكهة المانجوستين، هي فاكهة مشهورة في بعض الدول الأسيوية، تعالج الاضطرابات الهضمية وتنظم مستويات سكر الدم. ولا فاكهة التنين. التنين؟ فاكهة ذي؟ اسمها يروع، لكن لها فوائد رهيبة، تقلل الالتهابات والأمراض، وتمنع تلف الخلايا، وتحارب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب. أما فاكهة الكرامبولا، ومعروفة بفاكهة النجمة لأنها تشبه النجمة، وهي تعزز عملية الهضم وتعالج مشاكل واضطرابات النوم. لا وبعد مفيدة للبشرة وغيرها الكثير. بس اصبروا نسيتوني، ها نقلط ولا نتفكه؟ نتفكه نتفكه.